بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا رب بخير جميعا. الحمد لله وصلنا المكان المسموح لنا فيه بإن احنا نعمل رايدنج أو نركب العربية تبعنا. المسألة بتاعت إنك تركب أو إنك تنزل أوبجكت تعمل له ريزنج، يعني تفتح صندوق أو كده، الكلام ده اللي دخل بموضوع صلاحيات المكان اللي هو اللاند اللي انت فيها بتدي لك صلاحية انك تعمل ريزنج او لا. اليوم ان شاء الله بإذن الله راح نتكلمه عن المينيماب. انا لو كليكيت ضغط على المينيماب هيظهر لي الـ الامر الجميل ده، وسبق ان احنا اديناها نظرة بسيطة عليه. طبعا العلامة الصفراء اللي في النص هو مكاني انا على الخريطة، انا بحاول اعمل زومينج ان وزومينج اوت. المينيماب دي طبعا انت عارف ان دايت ايست نورث ايست، وده النورث ده الشمال، وده الويست وساوث ويست وساوث كده يعني. تمام، لو انا ضغطت على دبل كليك على الايكون تبعي هيبتدي يجيب لي الورلد ماب. يبقى انا عندي حاجتين اتنين، دي انت الورلد ماب وانا كنت فاتح منها ايه الميني ماب. يبقى الميني ماب دي الخريطه المصغره اللي هي هتحاول تقول لك مين الكوميونتي اللي حوالين منك. يعني لو ضغطت على صاحبنا ده فهلاقي ان في مجموعه من هلاقي ان في شخصيه حوالين مني اهو. في واحد انا بكون باللون الاصفر، هو طبعا بيكون باللون العجيب ده، وابو مجرد ما انا بضغط كليك عليه بيحاول يوديني السهم الاحمر علشان اوصل له. يعني بيقول لي طيب لو حضرتك عايز توصل له ممكن تمشي معانا بالسهم ده، فهتلاقي السهم ده دايما بيدلك. لو انت مثلا كليكيت في اي مكان تاني هتلاقي ان السهم اهو بيمشي بيحاول يقول لك ديت مساله الابعاد وانت بتحاول تروح هناك او كده. ده بالنسبه لموضوع المينيماب. فالمينيماب كل قصتها بانها بتحاول تظهر لك الناس القريبة منك في المحيط ده. طيب او نفس السيناريو، لو حضرتك ضغطت دبل كليك بتحاول يظهر لك الورلد ماب. في الورلد ماب بقى في كلام كتير، كلام كتير زي مثلا مي، لو انت عايز تعرف ابعادك بالظبط على الخريطة فين. الجانب التاني لو انت كنت عايز تعرف ابعادك او انت عايز تعمل تليبورتنج علشان تروح للهوم تبعك. يعني انا كده اهو سبت المكان اللي انا كنت موجود فيه ورجعت على الهوم، فالقائمة اتغيرت وبيجي فيه عندي اكتر من شخص موجود حوالين مني. لو انا ضغطت مثلا دبل كليك هلاقي اني كده. من الجانب التاني بيقول لي بص طيب في الورلد ماب لو انت شفت مثلا علامة اللي لونها اخضر دي، ده معناه ان في بيرسونز حوالين منك اهو. اللون الاخضر ده معناه ان دولت ناس. طيب اللون اللي هو انفو هاب ده علامه التعجب، اللاند سيل مثلا علامه الاس دور سيل ده ممكن تشتري حاجه، جنرال اور مودريت الكونتنت ديت مضاربة بواسطه ادمنستريتورز عاملين له صلاحيات ولا جنرال ممكن اي حد يشوفه وهكذا. بتلاقي بعدين انت فاين انت عايز تشوف مين، عايز تشوف ناس اصحابك الاونلاين اور انت عايز تبتدي تدور على حاجه معينه او انت عايز تروح لابعاد معينه تعملها فايندنج. وفي كل الاحوال حضرتك ممكن تروح اللوكيشنز بالاكس والواي والزد، احنا عارفين الكلام ديت، اور بانك ممكن تعمل كوبي لل الاس ال يو ار ال اللي احنا قلنا عليه اللي هو سكند لايف يو ار ال اللوكيشن تبعك اللي هو ده المكان بالابعاد على الاكس والواي والزد. لو اي حد اخده ممكن يوصل لك في المكان ده اللي كنا بنقول عليه تيليبورتنج. ده هي الجانب اللي كان خاص بمساله الميني ماب. يبقى الميني ماب بتحاول تدي لك كل قصتها في انها بتحاول تجيب لك المحيط اللي حوالين منك فين. اما بالنسبه للورلد ماب فهي دي تجمع من قائمه وورلد. بتلاقي ايه موضوع الورلد ماب دي القائمه الكبيره اللي فيها ممكن تنطلق لاي مكان في العالم علشان تشوف ايه المحيط اللي حوالين منك ومجموعه الجزر اللي حوالين منك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.